شكرا معالي الوزير. السيدات والسادة الأعزاء، يسعدني بإقامة بهذه الزيارة إلى القاهرة، واليوم زميلي المصري الدكتور بدر عبد العاطي أجرينا المفاوضات مجدية في إيصال اجتماعنا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. واليوم هو اليوم 76 بعد 900 لمقاومة أوكرانيا للعدوان الروسي الشامل. واليوم صباحا تلقيت المكالمة الهاتفية من زوجتي، كان الجو مدويا وصاخبا في كييف ليلا، وتم إسقاط الطائرات الروسية بدون تيار، وكل ذلك رعد فوق رؤوس زوجتي وأطفالي الثلاثة، وهي واقعيتنا. وإنني بصفة وزير خارجية الدولة في حالة الحرب، فكل يوم أنا أتلقى تقارير أن عدد الوفيات من بين السكان والاستهدافات الجديدة الروسية، ونتمنى أن نضع حدا لهذه الواقعية بشراكة مع زملائنا. وأود أن أؤكد كوزير الخارجية بأنني وصلت اليوم إلى القاهرة من أجل مناقشة كيفية تعزيز تعاوننا بين بلدينا وشعبينا على أساس المصالح المشتركة. لقد كانت أوكرانيا ومصر شريكين موثوقين لسنوات عدية مع حجم كبير من التجارة والحوار الحيوي السياسي، ويختار تاريخ علاقاتنا العديد من الأمثلة على تعاون متبادل المدفع في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والزراعي والهندسة الميكانيكية والسياحة والتعليم، وحتى في المجال الفضاء لدينا قصة نجاح، وأنتجت أوكرانيا أول قمر صناعي مصري. وعلى هذه الخلفية من المؤسف بأنه بعد بدء العدوان الروسي الشامل تباطا حوارنا السياسي، ولا يتطابق التعاون مع إمكاناته الحقيقية. واليوم لدينا تفاهم مشترك حول ضرورة هذه الصفقة. إن أوكرانيا منفتحة على تطوير التعاون، ونحن جاهزون لاستعداد واستئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة وتنشيط مجلس الأعمال الثنائي وبدء عملية تفاوض حول اتفاقية التجارة التفضيلية. واليوم قدمت لزميل المصري دكتور بدر خريطة أو نص من خريطة الطريق، تحتوي على الفعاليات الرامية إلى تفعيل هذه العمليات. خلال المفاوضات أحطت علما بزملائنا المصريين حول إمكانات التعاون العسكري الفاني، وتمتلك أوكرانيا التكنولوجيا والخبرة والصناعات الدفاعية والعسكرية قوية التي زادت خلال الحرب بست أضعاف. أشاد اهتمامكم بأن تم زيادة هذه القدرات بست مرات على الرغم من الحرب. واليوم نقوم بإنتاج جميع عيارات القذائف الرئيسية والأنظمة المدفعية والمركبات المدرعة والدبابات وعدد كبير من المسيرات. ويوجد لدينا إمكانية لاختبار هذه المنتجات الدفاعية مباشرة على خط المواجهة. وإن اليوم إن أوكرانيا تحتل يعني المكانة رائدة في عدد كبير من المجالات العسكرية، وعلى سبيل المثال في مجال المسيرات بدون طيار، وحتى في مجال استخدامها في مجال زراعي. إن يحتاج شركاؤنا إلى القدرات والمعارف الأوكرانية، ولكن اسمحوا لي أن أكون صريحا وخالصا معكم فيما يتعلق بمسألة مشاركة أشارك الأجنبية في إعادة إعمار أوكرانيا، فإن الأولوية في هذا التعاون ستعطى لتلك الدول التي دعمتنا في أصعب الفترة بعد عام 2022. لقد تحدثنا عن الطريق إلى السلام الشامل والعادل والمستدام. شددت على أن صيغة السلام لا تزال الطريقة الواقعية الوحيدة لإنهاء العدوان الروسي، وقدمت دعوة للجانب المصري للمشاركة في تنفيذ بنودها والمشاركة في قمة السلام العالمية الثانية،
التي يتم ترتيب عليه حاليا. الأمر وكان الموضوع الآخر هو الآن الغذائي. لقد زادت روسيا من إرهابها ضد موانئها ومخازن الحبوب والسفن منذ بداية الخريف. فقد ألحقت القصف الروسي أضراراً بأربع سفن مدنية في موانئ أوديسا، ومن بينها سفينة محملة بالحبوب متجهة إلى مصر، فضلاً عن سفينة تحمل شحنة إنسانية تابعة لبرنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة لفلسطين. إن هدف روسيا دنيء، وهو إضعاف اقتصادنا وإخراج أوكرانيا من الأسواق الخارجية واستبدال حبوبنا بحبوبها، فضلا عن حبوبنا المسروقة من أراضينا المحتلة المؤقتة. ومن أجل هذا الهدف التجاري، فإن موسكو مستعدة لتعريض ملايين الأشخاص في العالم الذين يعتمدون على الإمدادات الغذائية الأوكرانية. وهذا هو استخدام السلاح، هذا هو استخدام الطعام والأكل كسلاح، ويجب علينا أن نضع حد لذلك. أيضا يعني أخذنا في عين اعتبار القلق الشرعي لمصر فيما يتعلق باستخدام مياه نهر النيل التي تعتبر مسألة وجودية لمصر. وبرأينا من غير مقبول التلاعب أو احتكار في حق في استخدام الموارد المياهية، ولا يوجد لأحد الحق في استخدام المواد الغذائية والمياه والطاقة بصفة كسلاح. ونضم الحوار بين الحوار الشامل مع الحوار بين جميع الأطراف المعنية من أجل تحقيق الحل الشامل السياسي للأزمة حول استخدام مياه نهر النيل. وأوكرانيا قبل الحرب أنتجت أوكرانيا ما يصل إلى 100 مليون طن من الغذاء سنويا، ونحن نسعى لاستعادة هذه الكميات. ولهذا سبب من المهم للغاية استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود وحمايتها وتحقيق هذا الهدف. نحتاج إلى تضامن وصوت القوي من جانب جميع الأطراف المعنية وجميع البلدان ذات التفكير المماثل والتي تحتمل ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ونتوقع أن تتخذ مصر موقفا أكثر تعبيرا في هذا المجال المهم للغاية. في خلال المفاوضات تطرقنا إلى الوضع في شرق الأوسط وإفريقيا والمفاوضات، وتؤكد أوكرانيا وحدة السيادة وسلام أراضي الدول في المنطقة. كما نقدر تقديرا عاليا جهود الوساطة التي تبذله القاهرة والدوحة وواشنطن لتسوية الحرب في قطاع غزة. أوكرانيا باستمرار جميع هجمات إرهابية وأعمال العنف، وتؤكد أهمية حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، وتدعو إلى منع التوسع الحرب والإرهاب. ينبغي أن يرتكز أي جهود على عملية سلام في الشرق الأوسط وتنفيذ القرارات المجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومبدأ حل الدولتي إسرائيل وفلسطين تتعايشان في سلام وأمان. والموضوع الآخر مهم هو التهديدات الأمنية التي تشكلها روسيا على القارة الأفريقية. روسيا تصادر عدم استقرار والفوضى إلى الدول الأفريقية. تعامل فاغنر الروسية في العديد من البلدان الأفريقية، فهم قتلة الذين لا يعززون الأمن بل يقودونهم. إنهم يصدرون الخطر ويجلبون الموت والدمار وزعزع الاستقرار. وندعو جميع الدول الأفريقية والعربية التي تقدر الاستقرار والتقدم إلى تحديد جهودنا في التصدي للمحاولات الروسية لتوسيع رقعة الفوضى وخطر. إذن اسمحوا لي أن أخلص مرة ثانية، إننا عازمون حقا على استعادة ديناميكية تطوير علاقاتنا، ولدينا تاريخ
وأنا مقتنع بأن التعاون ليس بين بلدينا ليس له ماضي عظيم فحسب بل له مستقبل ظاهر أيضا، ومن شأنه أن يعزز كل من أوكرانيا ومصر، وشكرا جزيلا على حسن ضيافتكم.